وسائل الإعلام تكالبت داخل المغرب وخارجه حين تكلم الدكتور حمزة الخالدي وقال إن كل من شاهد المباريات النسوية للمنتخب المغربي النسوي يعتبر آثما لطبيعة اللباس الغير الشرعي. بعضهم اتهمه بالدعشنة والإرهاب، بل وتدخل في خصوصيات، بل بعضهم قال بأن هذا تدخل في خصوصيات المجلس العلمي، فما قولكم؟ طيب، هو تدخل في خصوصيات المجلس العلمي، هاتوا فتوى المجلس العلمي. هل هؤلاء أخذوا فتوى من المجلس العلمي قبلية أو بعدية؟ نحن نرضى بفتوى المجلس العلمي، فليتكلم المجلس العلمي وليتكلم العلماء بأفرادهم. هل يوجد عالم واحد أجاز هذا؟ هل يوجد يعني في الإسلام ما يجيز هذا؟ طبعا هذا يتم خارج الإسلام وخارج الفقه الإسلامي وخارج كل الاعتبارات الدينية. طبعا نحن ننصح بناتنا ونساءنا أن يحافظوا على دينهم الذي سيلقون به ربهم وستنبني عليه آخرتهم، والآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، هذه هي الحياة. هذا القفز وهذا اللعب سينتهي عما قريب، ينتهي الشباب وينتهي كل هذا، وتنتهي الفلوس أيضا التي سيتقاضونها. فننصحهم أن يفكروا في دينهم وأن يسألوا عن دينهم وما يسمح به دينهم وما لا يسمح به دينهم. نحن نرضى بالمجلس العلمي الأعلى أو الإقليمي أو حتى بالعلماء الأفراد، ماذا قال العلماء الأفراد، لكن للأسف الأمور الآن تمضي خارج كل هذا. وأنا أذكر هنا طريفة سمعتها من أحد الخطباء وأحد العلماء أيضا، لأن فيها عبرة. قال: انتقاد هؤلاء ينبني على أنهن نساء يكشفن ما لا يجوز كشفه، ولكن هل هؤلاء نساء؟ هؤلاء هذا الجنس الثالث الذي ليس بنساء ولا رجال، فنخشى على بناتنا ونسائنا أن تصبح نظرة المجتمع إليهن هكذا. فالمرأة مرأة والرجل رجل والذكر ذكر والأنثى أنثى. أنصحهن أن يحافظن على دينهن وعلى لباسهن وعلى حدود شرعهن، هذا الذي سينفعهن في الدنيا وفي الآخرة. وبالله التوفيق.